برينا ايوا قال لك ما غاتعطش اي عطاك عندك اخوان هادشي تا من الراس ديالو هاي غتعض شي كيعضات قرب نشوف نحط عليه الزويف نوركش عليه انا حكمت فهادشي ديال الحن ديال الحنش الاخوان شوفوا سنانك ديري قرب يشوفوا الحده ديال الاسنان شو عنده واحد السنه الفوق شوف ترى زي زوارات عرفتي تعض وهي ما مسمومهش ولكن زي زوارات الاخوان جدك شي الرئيس واحد المرينة يدور اللهم بارك نيري تبارك الله عندك اخويا عندك تولي قاصدان تعيطتي ليا من اللي خلعتيني يا صاحبي شو كيدير شو كيدير شو سبحان الله عيساوة تبارك الله شو سنانة كبيرة شو سنانك غوت والله يسك غوت الرئيس هادي غنديرو فيها واحد التجربه غنجربو الحده ديال الاسنان ديالها نعطيوها شي حاجه تعض الله يلا عركت اي عطاك اي عطاك اصاحبي عطاك الخوت رد البال اخو رد البال
هذه بادي صالح للاكل هذه. واه صالح حاولي في الصحه ديالها مالي بروتين فوسفور بلاش يخليك خليك حيد لها حيد لها داك الشيء شد مزيان حكمها ليا مزيان حكمها مزيان قوم حكمها مزيان حيد داك الشيفون ما غتعطش ما غتعطش عطشي على السخفات ايوا قال لك ما غتعطش اسمع 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 حتى والله تتقب هذه القرعه شو 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 والله شو 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 اسمع 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 شو والله ما بغى تطلقها بالله شو 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 باش باش شو طلق طلق شو والله يسنى خواراتي بالله شلا لا حذاري ثم حذاري الخوت المهم الاخوان دابا غادي نبداو التنقية ديال المرينية بزاف ديال الناس اللي باغيين يعرفوا الفواد ديالها واكله شي حاجه بعدا قاصحه مع شي لعبه قاصحه اكتشفوها ما تكتشفوها معنا نتوما بسم الله هادي شناهي هادي الكبده شو شو شوك راس ديال الكابايل سمسرا شوليه قويله الله يلا قلت لك راه راس ديال الكاب سبحان شي واكل شي العياط طروفه ديال الكافايل طروفه ديال الكاب صافي هادشي اللي واكل باقا جيعان انا باقا جيعان على كلا لا حصلت خوت كتمشيو بحال هكا بهاد الطريقه كتضربوا لها الظهر ديالها كامل بهاد الطريقه نعاودو نقلبو عاوتاني نفس الطريقة كنجيو لها لهنا التحت ديال التابع ديالها نفس الضربة فين ضربنا الفوق كنضربو لتحت كنشدو بالزويف من التحت كنمشي معاها هاي شققنا غنجي هنا نضربو لها الجليدة هادي راه كامله بطانه قرب حدايا باش تشوف هادي كامله بطانه الجلده ديالها راه كتكون مدمه شويه الخوت غنخشي القنبه ديالي وغنحكمها من اللور ديال التابع منين درت هذيك العكيده هاي بحال هكا شتا بحال هكا والله غادي نعفط نلوي يعني على الجليه التقنيه هادي راه اللي بغى ينقي المرينيه بوحدو كتنوض الجلد هاي شتا بحال هكا غنشوف رجلي شاده الخيط مكاينش اللي يعاونني زعما هاي غادا 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 هاي الجليد انا شتي شي اللحمه كاينه هاد مسكينه قرب ورنا من اللحمه كاينه كاين بحال هكا كنمشي معاها حتى الاخر كنخلي الجليده كنعاود نقلبها قبل ما نقلبها غنجي نجيب لي الحاكمها كنلوي على الجليه بحال هكا صافي كنحكم كنمشي نجبد هذيك الجليده اللي سلخت في الاول هاي 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 غاد شا هذاك كنحكمها كنوض اوب ها جوج جليدات شا شا ها قال هذه كامله جلده ما عندي ما ندير بها بقات لي غير اللحمه مسكين كاين ها كاين التقنيه هذه الخوت راه ساهله التسخيخه عندكم تمارة عندكم الوحيده غير هاد الجناب الفوقانيين والجناب التحتانيين خص غير يكون عندكم مصمادي اللي غادي يعاونكم باش يمشي مزيان هي الجلده هذه صراحه مفيده فيها الفيتامينات ولكن خص يكون عندك المعده صحيحه يعني هاد الجلده هذه راه مليئه بالشحمه قرب شوف الشحمه شي شحال ديال الشحمه درا كامله الشحمه الا ما نقدروش هنا اللي عنده المعده ناقصه شويه راه ما يقدرش على نفسه عبر المرينية حتى هي هي هذيك جوج كيلو وربع هي هذيك طاحت منها واحد هي هذيك قول الخنش